السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم جميع، أوقاتكم كل خير. طبعاً حنا جايينكم اليوم بفلوق جديد وحركات جديدة، أنا وعايض إكس إكس وسلمان إكس أو. عايض إيش حاب تقول؟ أحب أقول طالب، يعني طلبنا أمس ولا لقينا شيء، ولا شفنا مردود ولا عياد، فحنا اليوم داخلين إن نطالب طلباتنا اللي أمس. نطالب إذا الإدارة ما راح تلبينا، أنا أطالب من هذا المنبر المخرج الأسطوري محمد أبابا، أطالب محمد أبابا بتلبية طلباتنا. إذا ما نفذت إدارة طالب محمد أبابا ينفذ طلباتنا. أبابا، إحنا من هذا المنبر نعلن بأنك أنت المدير الروحي بالنسبة لنا. يا سلام، أنت الشخص الفذ من سيحقق طلباتنا وينهي جميع أزماتنا. نعم نعم، الطلبات تقدر ترجع لها محمد أباضة إذا ما كنت شفته وكان شايف أساس. إذا صح هو طلب ممكن إيه؟ ومن هذا المنبر نعلن نحن نعايض الحارثي سلمان ملهي وعايض الحارثي أصحاب الفلوق أبشر بس سعد، الفنانين أساطير كل يوم فلوق جديد إن شاء الله. كل يوم فلوق جديد، ومن هذا المنبر نعلن لكم. وش نعلن بصراحة؟ عطنا أي إعلان. يعني لكم أن محمد أباضة بيحقق طلباتنا إذا بإذن الله، وزيادة على طلباتنا، زيادة في طلب. إيه زيادة على طلب تحقيق أباضة. نطالب أباضة. نطالب أباضة. أمس طلبنا مطر صح؟ نطالب أباضة من هذا المنبر لأن الهواء صاير يصفق، الوجه حار، تحس إن في أحد يتنفس وجهك، هذا شيء غلط، كنت سبب فيروس. نطالب أباضة. نطالب أباضة بثلج، لأن الثلج يوفر الهواء الحار. وشكرا لكم وعساكم من عواده. عيد سعيد. هاي زي امس.